وقعت الجزائر وروسيا إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين المحادثات التي جمعت رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأبرم الطرفان ثمانية اتفاقيات تعاون شملت مجالات متعددة، وجرت مراسم التوقيع بقصر الكريملين في موسكو بحضور وفدي البلدين. وقعت وزيرة الثقافة الروسية 2025. جمال ملا عن مذكرة التعاون بين منظمة الاجتماعية الروسية روسيا الأعمال ومجلس تجديد الاقتصاد الجزائري. Церемония подписания российско-алжирских документов завершена. Переходим к заявлениям президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и президента Алжирской Народной Демократической Республики Абдель-Маджида Тибуна по итогам переговоров.